الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Dallin Amin Soalan yang kedua Sila ulang dan teruskan bacaan saya Dari surah An-Naba Ayat 1 hingga 18 Bismillahirrahmanirrahim Amin يتساءلون عن النبأ العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن يتساءلون ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا صدق الله العظيم سؤالا ينقطع Sila sambung dan teruskan bacaan saya dari surah Al-Mutaffifin ayat 6 hingga 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما نعيم على الأرائك ينظرون صدق الله العظيم Soalan yang keempat Sila ulang dan teruskan bacaan saya Dari surah Al-Ghashiyah Ayat 6 hingga 26 A'udhu billahi minasyaitanir rajim ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم سؤالا ينكلم سلبتا دَرِي أول سورة الضحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عادا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سرق الله العظيم سؤال yang terakhir soalan ke enam sila sambung dan teruskan bacaan saya dari surah al-bayna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أعوذ بالله من الشيطان وذلك دين القيمه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ودي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته